والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم في هذه الأمسية التي نسأل الله تعالى أن تكون مباركة فيها نصرة للدين وإعلاء لكلمة رب العالمين. ومحاضرتنا اليوم بعنوان أعداء الدين ومعرفة الأعداء. لا تحتاج إلى كثير عناء، فالله تبارك وتعالى قد بين لنا في الكتاب وفصل وأرشدنا أوضح الرشاد وبين لنا أحسن التبيان، وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة تركنا على مثل البيضاء، الليل والنهار فيها سواء لا يضل عنها إلا هالك. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن الأعداء، قال تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فأعداءنا، أعداء هذه الملة الحنيفية السمحة، هم نوعان: نوع من خارج الدين من اليهود والنصارى، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ذي الأعداء من خارج الملة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا
فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ده الأعداء من خارج الملة وفي أعداء من الداخل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الأعداء من الداخل ومن الخارج بتربصوا بينا. طيب دارين مننا شنوهم؟ قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. دايرنكم تكفروا زيهم. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الخلاصة عندنا أعداء برا ولكن الأعداء من خارج الملة اكتشفوا إن الإسلام لا يمكن أن يحارب إلا من الداخل. ما بتقدر تحارب الدين الإسلامي ده من برا. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهذه الأمة ألا يهلكها الله تعالى بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من خارجهم فيستبيح بيضتهم. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الأعداء البر من اليهود ومن النصارى اكتشفوا إن الإسلام لا يمكن يحارب إلا من الداخل. عشان كده صنعوا لنا ناس بيتكلموا باسم الإسلام ودارين يحاربوا الدين من الداخل وعاملين فيها مسلمين. وإذا لقوكم قالوا آمنا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. دل العاملين فيها قدامنا مسلمين وبورا بيتربصوا مع ناس برا البلاد الإسلامية من الكفرة. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم
وردة ديل بيؤذوهم الشياطين من برا، الكفار ازيهم من برا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في ناس من برا بيؤذوهم عشان يطعنوا في الدين من الداخل، وعشان يحاربوا إسلامنا من جوا، يتبنوا أفكار الكفار يدخلوها لنا باسم الإسلام، وده الحاصل الليلة. وباختصار أغلب محاضرتنا الليلة، وإن كان أنا كلامي أشبه بالمقدمة بين يدي كلام أخونا الشيخ شهاب وشيخنا مزمل، أغلب كلامنا حينصب على الفكر الجمهوري والملاحدة من الشيوعيين وغيرهم، وده أعداء الدين، نعرف ده أعداء الدين الإسلامي، ولكن جايننا باسم الإسلام وبيتخذوا بعض الأساليب للطعن في الدين. أنا بديك منها نماذج وبعدين أترك الكلام للمشايخ. طيب الناس ديل حرصوا على تفتيت وحدة المسلمين بزرع ما يفرتج الروابط بين المسلمين زي العنصرية، واحد عشان يفرتقوا بها الناس، وما يسمى بحرية الأديان، اثنين، وما يسمى بقضية المرأة، بيدعوا الدفاع عن المرأة وتحرير المرأة من القيود، والقيود دي هي الأحكام الشرعية والدين الإسلامي، دارين يشيلوا منها برا. السبب شنو؟ انتبهوا يا أخواننا، السبب هو قطع الروابط التي تصل بين المسلمين. نحن اللي بيصل بيناتنا في الأول انتماؤنا لهذا الدين العظيم، فزرعوا لنا ما يسمى بحرية الأديان، أي زول يدين ما يشاء ويفعل ما يريد. ومن الأشياء اللي بتفرتق بيننا العنصرية، لأنه نحن في الإسلام تعودنا إنه نحن إخوة في الدين، ما عندنا فروقات بين القبائل، ولا عندنا قبيلة أفضل من قبيلة، ولا جنس أفضل من جنس، ولا عنصر أفضل من عنصر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ده اللي بنعرفه نحن في ديننا، زرعوا لنا العنصرية والحروبات الأهلية عشان نحن يبقى ما في شيء بيجمعنا. وبعد ذلك جوا لقضية المرأة قالوا ما دايرين قوامة للرجل على المرأة، ما دايرين رابط بتاع زواج، المرأة تتزوج براها تطلق براها، عشان بعد ذلك يبقى المجتمع المسلم مجتمع مفرتك تماما، ما في رابط بتاع دين، ولا في رابط بتاع أسرة، ولا في رابط بتاع أخوة إيمانية، نبقى نحن مفرتقين ونبقى لقمة سائقة لهم. طيب أنا أديك نماذج بسيطة، أدينا أول مقطع، وطبعا النماذج دي أغلبها أنا أخذتها من البرنامج اللي عملوه في تأبين الهالك محمود محمد طه، عملوه قريب قبل أسبوع أظن،
طيب كذا شغل لنا المقطع الاول. كان الاستاذ محمود ما جاي يكلم الناس بالايه المدنيه والمكيه، جاي يقول انه الايه المكيه اصل لانها بتدعو للحريه ولانها بتدعو للمساواه ولانها بتدعو لحريه الاعتقاد، والايه نزلت في المدينه فرع لانها بتصادر حق الحي وبتصادر حق الحريه. دقيقه، سامعين الكلام ده؟ اولا التفريق بين القرآن المكي والمدني من حيث الحكم ده كلام جابه الجمهوري محمود محمد طه، وكلامه اللي قاله ده كفر بالله، ما فيه نقاش. كونك تقول لي الآية المدنية بتصادر حق الحرية وقال بتصادر حق الحياة، بتصادر حق الحياة وحق الحرية. الصادر حق الحياة منه؟ يعني ربنا. ما الآية المدنية دي كلام الله، يعني ربنا صادر حق الحياة. هو الحياة جابه منه أصلا؟ ومنه الأحيانا؟ الله الذي خلقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هو أصلا الأحيان منو؟ أحيانا ربنا. معقول يا أخواننا اللي أحيانا ما يكون عنده الحق إنه يميتنا ويبقى الحق عنده؟ أبصل هذا يبقى الحق عنده وما عند ربنا اللي خلقنا؟ يقول بصادر حق الحياة. هو الحد اللي أداك منو أنت ذاته؟ أنت اللي خلقك منو أصلا؟ الأحياك منو أنت؟ عشان تجي تتحكم أنت يا القرار بصلعة ده، تتحكم أنت في ربنا الخلقك وخلق الكون كله. ها؟ ده كلام شنو ده يا أخوانا؟ شوف بعدين كده واصل، دينا المقطع. فإذا كان في إنسان ده يناقش كلام الأستاذ محمود من ناحية علمية يقول أن القرآن ده والله يقول له زي بعضه، ما في واحد افضل من ما في واحد احسن من الثاني. القران فيه حسن واحسن، القران كله حسن لكن بعضه احسن من بعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد اي القران ايه الكرسي، وقال ان لكل شيء قلب وقلب القران ياسين وياسين لها قلب. طيب كده دقيقه واحده 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 دقيقه. قال القران فيه حسن واحسن، أنا بخليه لما يتم تاني عنده استدلال بآية لما يتم. نمشي واحدة واحدة. قال ياسين قلب القرآن، والقرآن عنده قلب، ده حديث وحديث موضوع، حديث موضوع درت أعرض بآية. طيب بعدين كويس كده، جيب كلام عن آية الكرسي. فالقرآن المكي أفضل من القرآن المدني وأحسن منه. دقيقة، القرآن المكي قال شنو؟ أفضل وشنو؟ وأحسن. حاجيك راجع لي وينو دليله؟ أنت فرقت بين القرآن المكي والمدني من حيث الحكم، طيب وين الدليل من القرآن المكي أو المدني إنه القرآن المكي أفضل من المدني؟ أتحداك أنت ومحمود محمد طه واسماء محمود محمد طه القاعده وقالت دايره مناظره مع شيخ مزمل، كلكم اتحداكم ادوني ايه واحده من القران المكي بتقول انه القران المكي افضل من المدني. جيب ما بتلقى يا اخي، انت القران ذاتك ما عارفه. ها ادينا زياده. من القران المدني واحسن منه، والله قال واتبعوا ان احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون. طيب بالله شوف جهالة الزول ده. ها؟ هاي دي جاية. قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. طبعا هو براو كده. قال إنه الأحسن ده ياتوا فيهم. ده المكي. وبعد ذاك براو قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. يعني أحسن ما أنزل إليكم ياتوا فيهم؟ ها؟ المكي إذا مكان المدني. بالله.
الآية دي عشان تفهمها، دي الآية 55 من سورة الزمر، 55 من سورة الزمر. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أرجع للآية قبالة بتفسرها من نفس الصورة، 23 من سورة الزمر، ربنا قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. كتابا دياته المكي ولا المدني؟ كله. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، أحسن ما أنزل إلينا ده شنو؟ ده الكتاب. ها ربنا قال أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. الله نزل أحسن الحديث كتابا، ده اسمه بدل، لكن انت بتعرف البدل الله يبدل خلقتك دي، ده في اللغة العربية اسمه بدل. أحسن ما أنزل إليكم هو شنو؟ ده البدل البعدية، ده كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ده القرآن كله، ما في حاجة اسمها الأحسن بتاع مكة ولا الحسن ده بتاع المدينة، ما في كلام زي ده. بعدين الغريبة استدل على إنه في أفضل في القرآن، في أفضل من بعض وأحسن من بعض بسورة ياسين، وقال ياسين قلب القرآن، وده ما في، ياسين دي ما عنده أي فضل خاص زيها وزي باقي الصور. الإمام النووي قال لم يثبت في فضل ياسين شيء، والحديث الجابه ده موضوع زيه ذاته. نمرة اثنين استدل بآية الكرسي، وآية الكرسي مدنية، أظن ما فاهم ذاته المكي من المدني. قال آية الكرسي هي سيدة القرآن، بعدين الحديث اللي استدل به ذاته ضعيف، هي آية الكرسي أفضل آية في القرآن ده ثابت، لكن بالمناسبة الحديث الضعيف اللي استدل به هو ما جابه كله، مجرم ما جابه كله كويس. الحديث أصلا سيد القرآن البقرة، لأنه هو داير يقول لك شنو؟ يقول لك لا لا، في آيات كده بتكون جوا الصورة المدنية لكن هي مكية، لا أقرأ الحديث الضعيف اللي جبته ده، أقرأ كله. سيد القرآن البقرة، البقرة مدنية ولا ما مدنية؟ مدنية والله. النازل المدنية في الدين ما دارنا، والمدنية في الدنيا دارنا، المدنية دارنا في الدنيا ما نجحت، والمدنية الما دارنا في الدين الناجحة، عشان تعرفوا انهم مصمطينهم ذاتهم. سورة البقرة مدنية، والحديث جبته انت سيد القرآن البقرة، وسيدة سورة البقرة آية الكرسي كويس، وده ما جايب خبر ذاته، ده نموذج أول للناس الجايبينهم يحاربوا الدين. يا أخي جيبوا لكم الناس النافعين، ده ما عندهم حاجة، المؤتمر حاجة عندهم وقفلينه الباب، قافلينه بالطبلة عشان ما في زول يخش، ولامله وجمهوريات قعدات معاه كل ما يقول كلمة يسوي لي براسي كده، أي وشنو وده فاهم حاجة؟ طيب اديني المقطع الثاني، ده واحد ثاني، ركزوا مع الزول ذاك كويس، عرفتوه ولا ما عرفتوه؟ بوريكم اللي بعد شوية شغل. في أكثر كلمة يرددها المسلمون هي الشريعة الشريعة الشريعة، وهي من أكثر الكلمات ذات التحاميل الغير متفق عليها وقد تكون متناقضة. منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن العشرين لم تكن هناك set of laws، مجموعة بتاعت قوانين قابل التطبيق البيروقراطي والتطبيق الروتيني. يعني القاضي الآن جابوا له شخص ارتكب جريمة معينة بيشوف الحكم بتاعه شنو، متى ما ثبتت عليه بيشوف الحكم شنو، وروتينيا بيطبق القانون. من عهد النبي لغاية القرن العشرين لم يكن هناك أبدا مجموعة قوانين قابلة للتطبيق الروتيني اسمها شريعة. بالتالي الشريعة هي بدعة من بدعة القرن العشرين جابتها الحركة الوهابية وطبقتها في السعودية. بالله إذا سمحت يردوا عليه زي ده،
بيحتاج يردوا عليه. اقول لك حاجه، انا بديك رد عليهم. واحد جاب لها من جماعتهم ذاتهم وقرا غلط، قد يجيبوا له يزور له وغلبوا له يردوا عليه. المذيعه مما شافته وعصره قالت كدينا خلي السؤال ده بعدين بعد اللدو جيبوا. المتحدث الاخير قال ما في شريعه، في آية واضحة ربنا يقول جعلناك على شريعة الخطب والرسول فاتبعها، فكيف يعني دارينا يوضح لنا انه والشيخ محمود شرطوط في كتابه الاسلام عقيدة والشريعة انه الاسلام عقيدة انت بتحتقد بعد ذاك الاحتقاد ده بتنتج عنه الاوامر اللي نزلت للرسول اللي احنا مطالبين بها، ان الله امر المرسلين بما امر به المسلمين، يعني زي ما ربنا امر الانبياء برنا لهم ذاتنا. فلذلك في الدائرة اللي عليه على الآية بيقول جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين. شكرا جزيلا. سنرجع هذا الرد للورقة، الآن هي جاهزة. ليه ترجيه؟ ما تخليه يرد؟ خليه يرد على الآية دي بس. ثم جعلناك، وده قرأ غلط. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وبالمناسبة الآية دي في سورة الجاسية، سورة الجاسية مكية، دي مكية، مش هم قالوا دارين المكي، الآية دي مكية. ها رأيكم فيها شنو؟ قال ما في set of laws، ما في داري جدع، يعني ما في قوانين منظمة كان بيحكم بها. طيب ربنا قال أول آية في سورة النور، الزانية والزاني ها يعملون شنو؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. دي شنو؟ ده مش حكم القاضي يطبقه ولا في حاجة تاني؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. دي شنو؟ ده قانون ولا ما قانون؟ يطبق ولا ما بيطبق؟ تطبيقه فيه صعوبة؟ قال بيقراطي وما بيقراطي. الزول ده في واحد كان بيتكلم عنه، خلوني من ده اسمه منو وذاك اسمه منو، ده ما ضربوا الهوى ذاته، القلب منفرتق السودان طوبة طوبة، ده ذاته يا هو. والسودان قال كم ما قدرنا نحرره هنحرره بالقطاعي ونفرتق السودان طوبة طوبة. تفرتقوا؟ قالوا تجد بتحبة، وقال ما قادر تمرق من بيتكم، ما ترجل زي الرجال، خلينا من ده منو والقال له ذاك منو. أنا عارف حين مشكلتك مع ديلك. طيب الدين اللي بعديه القراي بيتكلم عن المرأة. أنا دار أعلق بسرعة عشان الزمن بتاعي ضايق. نعم لكن ما هم هل قالوا الآية الآخر؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فهي جاية المصاية فيها في أنه أنت بتأمر المرأة وبتعرض عنها وبتضربها إلى أن تطيعك حتى تفيد من ضربها. دي المصاية، ودي المصاية المرأة زمان قبلتها لأنها كانت بتفنوها حية، قالوا لا خلاص احنا ما حنفني حاجه لكن ممكن نعمل لك حاجات ثانيه، فجبت الحاجات الاقل من الدفن. بالله يا اخوان اشوفوا الكلام ده، ده كلام بيحتاج لرد؟ يعني تخيل ربنا سبحانه وتعالى بجلاله قدره ومكانته يقول للمراه انت كان بدفنوك ونحن يعني اديناك ما هو اقل من الدفن وبنعمل لك حاجات يعني بندقك فرضت بالوضع ده. ده يا اخواننا كلام يقال في حق الله سبحانه وتعالى وفي شريعة ربنا سبحانه وتعالى؟ شريعة ربنا اللي أنصفت النساء وشريعة رب العالمين اللي أدت النساء حقوق كاملات، وهم دارين الليلة يستبيحوا النساء وتبقى المرأة أمرها في يدها. ليه هم ليه دارين كده؟ أمرها يكون في يدها عشان تبقى ألعوبة في يدهم هم. فهمت الموضوع؟ تبقى المرأة ما عندها والي ولا عندها زول قيم عليها ولا عندها راجل بيحرسها وبيحميها وبيصونها عشان تبقى لقمة سائغة في يدهم يمشوا يلعبوا ببناتنا في الجامعات.
وسوقوه من برا السودان يلعبوا بين ده دارينهم. طيب كمل. لكن انت ما ممكن تقول للمرأة المساوية للرجل هسه بصفي قناة الجمهوريات. المرأة تخيل معاي المساوية للرجل هسي. انا داير اعرف يا اخواننا سؤال منطقي جدا، التغير اللي حصل للمرأة شنو اللي بيخليها الان بتختلف من المرأة زمان؟ شنو اللي حصل لها؟ العمل. المرأة زمان بتعمل، المرأة بتطلع الجهاد، طبيبة بتداوي في الجهاد، بتمشي المعارك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرع بين زوجاته وبيطلعهم معه في المعارك وفي الجهاد. التغير للمرأة شنو؟ وهل يا اخواننا الطبيعة الأنثوية اللي ربنا خلق في المرأة بتتغير بمرور الزمن؟ بمرور الزمن بتتغير؟ ما المرأة يا هالمرأة العاطفية اللي بتحتاج الرجل يحميها ويصونها، ها؟ اللي بتحتاج لحماية الرجل، بتحتاج لوقفة الرجل معاه، ما يا هالمرأة ذاتها اللي تغير فيها شنو يعني؟ شفت الإجرام ده كيف؟ طيب اديني اللي بعده بسرعة. مكتوب فيها عن هو غالي شخصيا مرتين مشهدات بالذهب. يلا نحكي انه انا داير اقول لا، انا داير الدستور ده يدينا حق انا كامراه اكون قدر الراي. دقيقه يديك حق كيف؟ المراه ما بتكون قدر الراي يا اخوانا، دي معارضه للقران. ربنا سبحانه وتعالى قال ها ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. شهاده المرتين بيساووا شهادة الرجل الواحد، وربنا سبحانه وتعالى قال المرأة بتضيل يعني بتنسى، بتضيل بتنسى، وده ربنا الخلق قال كده. قال دي معترضة زعلانة قالت لا لا أنا يبقوني قدر الراجل. أنت ما بتبقي زي الراجل، لكن وخلقة الله فيك ما ممكن نغيرها. نحن كان غيرنا القانون خلقة الله فيك نغيرها كيف؟ بس خليها مجملة كده. كان إحنا القانون ده غيرناه، ما ورقة غيرناها وعارضنا ربنا، خلقة الله فيك أنت نغيرها كيف نحن؟ ما حنقدر نغير احنا. طيب جيب البعده. والمساواة بين الناس وإلى آخره. فالمرأة عندنا في السودان مظلومة، يزيد عنها هذا العك هذا الظلم بالعك، يعني سواء مش مسلمين مظلومة ولا مساواة يحبوها للرأي، بمعنى أنه الرأي إذا عنده الحق في أن يطلق في عنده الحق في أن يطلق، إذا الرأي عنده الحق في أن يتزوج في عنده الحق في أن يتزوج بالطريقه اللي بتشوفها. فالحريه دي العصر. دقيقه سمعتوا؟ المراه تتزوج براها وتطلق براها، يعني انت عارف بالمناسبه ممكن يطلقوك في كيس دكوه، والله جد في كيس دكوه بيطلقوك، لانه المراه يا اخواننا انفعاليه وعاطفيه، في ادنى الامور ممكن تشتعل تولع. لكن الراجل ربنا جعل القوام عنده، ربنا قال بما فضل الله بعضكم على بعض، وجعل في الرجل صفات سعة الصدر والتحمل وكذا، كويس؟ وبيتأنى في الموضوع ده، عشان كده ربنا جعل الزواج عند الرجل والطلاق عند الرجل. ها؟ ربنا قال وبما أنفقوا من أموالهم، فما ممكن يبقى حق الطلاق عند المرأة والعرس عندي أنا، أنا اللي بعرس وأدفع القروش واجي اخطب ودفعوا نظم قلبي، وبعد اصبح الصباح تقول لي ما عجبتني والله طلقان. ربنا قال وبما انفقوا من اموالهم، فالبينفق المال الرجل والبيقيم يقوم على المراه هو الرجل. عشان كده الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما حق امراه احدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، وان تكسوها اذا اكتسيت، وألا تضرب الوجه ولا تقبح. في حقوق واجبات على الراجل برضو بيقوم بها، عشان كده القوام عند الراجل. طيب أنا أختم بسرعة بآخر مقطع. أديني العجوزة دي حاجة كبيرة كده، شوفوها دي حاجة كبيرة والله. بتقول لها في كلام
الصوم مفترض تقوله وغشوا الجماعة ديل يعني داسة كان نصحوها مشت شافت لها مصلاية وصلت لها رقعات هي ذاتها ما فضل لها كثير إن مشت خافت ربها كان خير لها كان شغلها في موضوع ثاني برضو أنا بنتقده اللي هي قسيمة الزواج قسيمة الزواج ما عندكم هنا القسيمة اللي زوجوا بيها وماتوا ماركم وحقوا ماركم هي القسيمة ذاتها يعني سبحان الله بناكل لكم الليلة دقيقة وهو العرس ذاته حق حبوبتي ما هو عرسي انا يعني تغير القسيمه شو؟ مش احنا زمان حبوبتي وقت عرسوها هي مره وعرسها راجل انا اسها راجل وبعرس لي مره يعني بخلي القسيمه تختلف شنو يعني؟ ما هي هالقسيمه بتاعت الزواج ذاتها اها ولا فيها ولا حاجه المراه زي الطفل في الجواز خدتنا بس زي الطفل في جواز ما في عندها اي دور مؤخر الصلاه متفق عليه دي القسيمه دقيقه قالت ما عندها اي دور لا عندها المراه عندها دور النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستاذن ولا يجوز في شريعه الاسلام لابو البت انه يزوجها الا باذنها لو كانت بكر حتى لو سيب يا اخواننا حتى لو سيب ما بكر ما بيجوز لك تنكح بنت بنتك الا تستاذنها وتقول لك انا قبلانه بالراجل ده لو كانت بكر تقول بلسان عفوا لو كانت سيب تقول بلسانه انا قبلانه ولو كانت بكر اقل لا تسكت لو سكتت معناها رضيانه لانه البكر فيها الحياه رضيانه تزوج لكن ما في بنت بتزوج من غير اذنها وابن تيميه رحمه الله تعالى قال ونظره البنت للرجل الداري الزوجة أهم من نظرة الزوج للبيت ليه؟ قال لأنه البيت إذا أدت موافقة تاني الطلاق ما في يدها طلاق في يد الراجل وما بتقدر تتخلص عشان كده هي رأيها مهم جدا دي دار تكضي بس حجة كبيرة ما بتخجل ولا بتستحي من كبورة ده جاية تكضب قالت البيت ما عندها أي دور لا عندها ومرفق الآن في قسمة الزواج لا بد أنها تستأذن طيب ولذلك نحن نرسل صرخة داوية لابد من عمل قسيمة حديثة نقول إذا رغبت الزواج يكون في عصمتها إذا رغبت الطلاق منه في عصمتها إنه لو قال يتزوج واحدة ثانية لازم يختارها وإلى آخره ده معناه يا أخوانا معناه الأسرة انتهت إذا كانت المرأة بتتزوج بمزاجها وبتطلق بمزاجها دي يا أخوانا تسمى بحرية الوصول إلى المرأة هم دايرين دي عشان البيت في الجامعات يمشي اي واحد ينضم معاها وياكل راسها ويعرسها واهلها ما عارفين زي النماذج اللي قاعد تحصل الليله والبلاغات بتاعت الفقدان الموجوده في الشرطه دي دار يعملوها عشان يفسدوا مجتمعنا ديل اعداء الدين يا اخواننا ديل هم اعداء الدين وديل الدارين يفسدوا علينا اخلاقنا وديننا ويفسدوا بلدنا كلها بالفتاوى زي دي المطلعين في مؤتمراتهم الكلام يطول انا ادع المجال للمتحدث من بعد جزا الله الشيخ الدكتور ابو بكر اداب على ما قدم ونسال الله جل وعلا ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله في موازين حسناته ونقدم المتحدث الثاني الشيخ شهاب عوض فليتفضل